ارحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز. ما الذي يحدث في بحر البلطيق من نزاعات بين روسيا وحلفاء الناتو الغربيين؟ نناقشه بعد هذا الفاصل. إذن صارت منطقة بحر البلطيق مسرح احتكاك بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو في شمال شرقي أوروبا، والتعزيزات الروسية مشكلة شائكة تواجهها الولايات المتحدة والناتو، إذ يتوجب عليها نقل تعزيزات إلى الحلفاء مثل إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا المشاطئة لضفة البلطيق الأخرى إذا اندلعت أزمة خطيرة أو حرب. وأخيرا أعلن الجيش السويدي نشر منظومة صواريخ جوية في جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق مع تزايد العسكرة في هذه المنطقة في السنوات الأخيرة. وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية إن الجزيرة توفر من خلال موقعها الجغرافي مزايا عسكرية نوعية فيما يتعلق بحماية ومراقبة الملاحة والمراقبة الجوية فوق بحر البلطيق والقدرة على نشر وحدات عسكرية وأنظمة أسلحة. عبر سكايب للحديث معنا من موسكو السيد تيمور دويدار المحلل السياسي. أهلا بك سيد تيمور. سيد تيمور أهلا بك. إذا لا يسمعنا بوضوح الأستاذ تيمور دويدار، بالتأكيد نعاود الاتصال به مرة أخرى عندما يتسنى لنا ذلك، تعليقا على ما يجري في بحر البلطيق من احتكاك بشكل أو بآخر بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو في شمال شرق أوروبا. هناك تعزيزات روسية تقلق منها الولايات المتحدة وحلف الناتو لأنه يتوجب على حلف الناتو نقل تعزيزات كبيرة عسكرية إلى إستونيا ولاتفيا ولتوانيا مشاطئة هذه الدول لضفة البلطيق الأخرى. يعني كل هذا لا يمنع من أنه يعني إذا اندلعت مواجهة في هذه المنطقة فمن الممكن لبعض المحللين أن يقولوا أنه هذا ليس كافيا لردع العدوان الروسي. الجيش السويدي نشر منظومة صواريخ جوية في جزيرة معينة، يقول أنه هذه الجزيرة توفر من خلال موقعها الجغرافي مزايا عسكرية ونوعية فيما يتعلق بحماية ومراقبة الملاحة والمراقبة الجوية فوق بحر البلطيق والقدرة على نشر وحدات عسكرية وأنظمة أسلحة. عاد إلينا مرة أخرى السيد تيمور دويدار المحلل السياسي من موسكو. أرحب بك أستاذ تيمور. تحياتي سيدي. تحياتنا لك. إذا ما الذي يعني يحدث في بحر البلطيق الآن؟ هناك ما يسمى بالاحتكاك بين روسيا وحلف الناتو والولايات المتحدة شرقي أوروبا، تتحدث دول حلف الناتو عن نقل تعزيزات عسكرية إلى إستونيا، إلى لاتفيا، إلى ليتوانيا المشاطئة للبلطيق. إذا اندلعت أزمة خطيرة أو حرب مع روسيا، لماذا كل هذا التصعيد في البلطيق؟ يعني هذا ليس بجديد، فعلى مدار سنين سيدي العزيز على مدار سنين يتم زحف الناتو نحو الحدود الغربية الروسية، وهذا يعني يشكل مشكلة كبيرة في العلاقات بين موسكو وواشنطن. صراحة واشنطن يعني لا تبالي وتقوم بهذه العملية للأسف الشديد الذي يشكل خطرا على أمن الأوروبي. دول البلطيق في 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 هذه المعادلة لا يشكلون شيئا إلا محرضين ربما، يعني صراحة يعني
ثم هناك بولندا التي تدعو لبناء محطة كبيرة للتواجد العسكري الأمريكي على الحدود مع بيلاروسيا. صراحة يعني لا شيء جيد في هذا الأمر. في نفس الوقت طبعا روسيا تتخذ الإجراءات اللازمة، وهناك منظومات إسكندر موجهة نحو أوروبا. نعم. المتمركزة في إقليم كالينينغراد. وهناك أيضا منظومة الصواريخ S-400. لا، إسكندر هذه صواريخ هجومية أو نعم. متنقلة. S-400 هذه مضادات جوية. نعم، نحن نعرف ذلك سيد تيمور. يعني روسيا هي لديها الآن شبكة دفاعية في كالينينغراد، كما قلت هي أيضا تعتمد على منظومة S-400 بالإضافة إلى صواريخ اسكندر. هذه هي المعلومات. نعم، للأسف الصوت منخفض. نعم، تفضل. لب الموضوع يعني، وأيضا أريد الإضافة، لا تنسى تواجد الفرقة الخامسة في الأمريكية في المجر، وهناك أيضا تواجد في رومانيا. أي يعني ممكن أن نقول أن الأمريكان والناتو يحاولون حصار روسيا من الغرب عسكريا. لكن لب الموضوع أساسا في منظومة ثاد الأمريكية، المنظومة الدفاع الفضائي، والمشكلة هناك عدم الاتفاق على الصواريخ الأمريكية التي تحويها ثاد، فمن الممكن تغييرها إلى صواريخ حاملة للروس نووية. فهذا يعني يشكل مشكلة، والمشكلة تكمن ببساطة شديدة أن روسيا عليها أن ترد بالمثل وتكون القوة متكافئة. ممكن تسميها سباق تسلح، لكن تصعيد ليس في صالح الأمن الأوروبي بشكل عام. والأوروبيين منزعجون بالطبع أيضا من حيث هذه التطورات، لكن لا يستطيعون فعل شيء لأن ليس لديهم سيادة في اتخاذ القرار. يعني ما الذي يصعد من الموقف سيد تيمور؟ هل الأوروبيون أم الأمريكيون؟ الأمريكيون بالطبع. يعني لا شك أن في يعني إدارة الناتو الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة، لا شك في ذلك. يعني كلنا رأينا اجتماعاتهم، كانت لا أدري هل قمتم ببثها أم لا، لكن الأمريكان هم الذي يقودون هذه للأسف. طيب، يعني هذه اللقاءات التي حدثت بين يعني روسيا والولايات المتحدة على هامش قمة العشرين التي كانت منعقدة في أوساكا باليابان، هل ساهمت بشكل أو بآخر في حل هذه المشكلات العالقة بين روسيا وأمريكا؟ تم التطرق للحديث، يعني كما سمعنا من بوتين وترامب تحدثوا عن هذه الأمور، لكن الأمور هم تحدثوا عنها لكنها تفاقمت أكثر. أذكرك أن تم فض اتفاقية صواريخ المتوسطة وقصيرة المدى المبرمة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الآن يتم فض من قبل الأمريكان، الآن من قبل الأمريكان يتم فض اتفاقية صواريخ طويلة المدى. ليست بمؤشرات جيدة تماما. يعني هذا يشكل بصراحة تهديد لروسيا، وروسيا بكل ما تملكه من إمكانيات عسكرية واقتصادية تحاول صد هذا التصعيد، في حين أن لا يوجد هناك حتى أي تكافؤ بين القوات الروسية أو لروسيا الاتحادية والناتو أو حتى الولايات المتحدة. يعني ممكن ربما مع الولايات المتحدة، وهناك تفاهم كبير أن صعب التوغل في روسيا عسكريا بالنسبة لهم، لكن واضح أنهم يقومون باستعدادات عسكريا ليس صد الهجوم الروسي، إنما اختراق روسيا عسكريا.
فمن المؤشرات أنهم يقومون بتغيير العسكريين من حين لآخر لتدريبهم على المناطق والمواقع التي يتواجدون فيها، بما ذلك الطائرات، الطيارين، القوات البحرية. الآن هناك مناورات في البحر الأسود من قبل الأمريكان والأوكرانيين. اليوم تم غلق من قبل روسيا المجال البحري في البحر الأسود وعرقل هذه التمرينات العسكرية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وأيضا هذا التحليل. كنت معنا عبر سكايب من موسكو السيد تيمور دويدار المحلل السياسي. إذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة من استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز، الساعة 6 نشرة مفصلة لأهم الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.